ولا شك أيها الأحبة أن الله عز وجل أنزل القرآن نوراً للناس ورحمةً للعالمين، أنزله على الناس ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزله من أجل أن يتعظ الناس بما فيه وأن ينير حياتهم. ومن المعلوم لكل قارئ للقرآن أن البيان في القرآن جاء بصور متعددة، وذلك تقريباً للمعاني إلى أذهان الناس، فأعظم البيان وأعذبه هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم وجوه البيان في القرآن ضرب الأمثال، فالله عز وجل يضرب الأمثال للناس في القرآن. قال الله عز وجل: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي أن الله عز وجل صرف للناس في هذا القرآن البيان بضرب الأمثال، وقرب إليهم المعاني بضرب الأمثال، وهي معاني تدركها القلوب فتشكر وتقبل على الله عز وجل. لكن أكثر الناس لم يدركوا هذا وأبوا إلا الكفور والجحود. يقول الإمام الطبري رحمه الله عز وجل، يقول جل ذكره: ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل، احتجاجاً بذلك كله عليهم، وتذكيراً لهم، وتنبيهاً على الحق ليتبعوه ويعملوا به، فأبى أكثر الناس إلا جحوداً للحق وإنكاراً لحجج الله وأدلته. ويقول الله عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً. وفي هذا دلالة أيها الإخوة على أن القرآن مبين للحق، لكن أكثر الناس إنما يصرفهم عن الحق الجدل والمجادلة بالباطل ومقابلة الحق بالعبارات الزائفة، وهذا ظاهر جدا يا إخوة. فإنك إذا تأملت ضلال من ضل عن علم إنما تجد أنهم إنما ضلوا من باب الجدل ومن باب مقابلة الحجج البيانية القرآنية بالمقالات والعبارات وجمع الألفاظ من هنا وهناك. يقول الطبري رحمه الله، يقول عز ذكره: ولقد مثلنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ووعظناهم فيه من كل عظة واحتججنا عليهم فيه بكل حجة ليذكروا فينيبوا ويعتبروا فيتعظوا وينزجروا عما هم مقيمون عليه من الشرك بالله وعبادة الأوثان، وكان الإنسان أكثر شيء مراءً وخصومةً. لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة. وهنا يا إخوة في هذا فائدة عظيمة، وهي أن نعلم أن إنما اهتدينا بفضل الله، ما اهتدينا بسعة في علومنا ولا بقوة في أفهامنا ولا بشرف فينا، وإنما اهتدينا بفضل الله عز وجل. وإلا فإن الإنسان كثير الجدل يبعد نفسه عن الحق بكثرة المراء والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ويقول الله عز وجل: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالله عز وجل أخبرنا أنه قد ضرب لنا في القرآن الأمثال، وأن في ضرب الأمثال معرفة الحق والتذكر، وأن الجدال والهوى والعياذ بالله يمنعان العبد من الانتفاع بما ضربه الله عز وجل من الأمثال.
والمثل يأتي في القرآن بمعنى الصفة، يأتي في القرآن بمعنى الصفة، مثل قول الله عز وجل مثل الجنة، يعني صفة الجنة، صفة الجنة. وكذلك قول الله عز وجل ذلك مثلهم في التوراة، يعني تلك صفتهم في التوراة، بهذا وصفوا في التوراة. فيأتي لفظ المثل في القرآن بمعنى الصفة، ويأتي أيضا بمعنى التشبيه، يأتي بمعنى التشبيه. فتشبه المعاني المعاني الغائبة بمعاني محسوسة من أجل أن تقرب إلى الأذهان، كما سيأتي إن شاء الله في تعريف الأمثال، وسنبين أمثلة على هذا إن شاء الله عند الكلام عن مقاصد الأمثال. يقول ابن القيم رحمه الله ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون، فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه، تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدها بالآخر. يعني ما جاء في القرآن من الأمثال إنما هو من باب التشبيه، إما أنه تشبيه شيء بشيء في حكمه، ويكون المقصود هنا بيان لماذا اتفق هذا مع هذا في الحكم، وهذا يسمى بالتشبيه القياسي، أو يكون لتقريب أمر معنوي بأمر محسوس، أمر معنوي غائب بأمر محسوس يعلم ويدرك، أو لتقريب أحد المحسوسين بمحسوس آخر، واعتبار أحدهما بالآخر. إذن المثل في القرآن يأتي بمعنى الصفة ويأتي بمعنى التشبيه، والمراد بأمثال القرآن معنا هنا هو المعنى الثاني وهو التشبيه.